انطلقت في مدينة مومباي بجمهورية الهند الصديقة، انطلق منتقى الأعمال البحريني الهندي بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتعاون مع اتحاد الغرف الهندية للصناعة والتجارة. الملتقى جاء لبحث سبل التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري واستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استغلال الفرص التجارية المتاحة أمام القطاع الخاص لخلق شراكات استراتيجية تخدم النمو الاقتصادي في كلا الجانبين. وخلال افتتاح الملتقى أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة عبد الله بن عادل الفخرو على اعتزازه بالعلاقات والتعاون التاريخي بين البحرين والهند، مشددا على إمكانية توسيع التعاون عبر القطاعات الواعدة. من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين محمد عبد الجبار الكوهجي أن هذا الملتقى يؤكد على مستوى العلاقات البحرينية الهندية وما تشهده من تطور وتقدم واستمرار بارز في مختلف المسارات والمجالات التنموية، مؤملا أن تشهد اللقاءات الجانبية التي ستجرى بين رجال الأعمال من القطاعات التجارية والصناعية في كلا البلدين ثمارها في الشروع بإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة. تكلمنا عن موضوع الأمن الغذائي وتكلمنا عن موضوع الاي سي تي بالنسبة حق تقنيات الحديثة، وفي نفس الوقت احنا نشوف ان علاقتنا التجارية مع الهند عززناها من جد جديد، بما معناه انه يكون اليوم لدور كبير حق اعضائنا اللي موجودين حاليا هني اللي هم شمبر اوف كوميرس اللي هو فيكي، واحنا متوقعين ان بمنتدى هذه يكون له دور قوي وكبير بالنسبة حق البحرين. زيارة كانت اكثر ان احنا ركزنا على بعض القطاعات اللي احنا فعلا مهتمين فيها، واللي هي في مجال السياحة التعليمية، السياحة العلاجية، في مجال الامن الغذائي، في مجال التكنولوجيا، وايضا في الصناعات التحويلية والصغيرة اللي هي مهمة تكون ان ننقل تجاربهم ونجاحاتهم الى مملكة البحرين. فعلى ضوء هذا الشيء احنا وقعنا ايضا مذكرة تفاهم مع الام ام اس ام ايز، واللي هي بيكون لها دور كبير ان هي تجلب لنا خبرات ومستثمرين وشراكات مع صغار التجار البحرينيين، اللي من خلالها راح يكون نبدأ هذه الشراكات ونبدأ ان احنا نكون في البحرين عندنا هذه الصناعات ونستفيد من التجربة اللي احنا شفناها هني اليوم في الهند. الزيارة حقيقة كانت مجدية جدا بالنسبة لنا، استطعنا يعني من خلال وفد الغرفة ووفد فريق البحرين ان نجذب يعني تجار او مستثمرين من الطرف الهندي في قطاعات استراتيجية للبحرين يعني تحرص عليها، من القطاع مثلا قطاع الأمن الغذائي، قطاع التعليم، قطاع تقنية المعلومات اللي ساعدنا في التحول الرقمي اللي البحرين يعني تسعى له. هدفنا الأساسي وفد الغرفة أولا يعني نجد حلول وأفكار إن نرفع من التبادل التجاري بين الدولتين. البحرين والهند تشهد علاقة مميزة واستراتيجية عبر السنين، وكثير من التجار حقيقة الهنود كانوا سعيدين بطرح وزير التجارة بالإمكانيات الموجودة في البحرين بالنسبة لهم. طبعا لا ننسى أن تجارة الهند تجارة وايد مهمة، واحنا نشوف ان يعني بين الدولتين بالامكان ان نزيد الاشياء التجاريه ونقدر ندخل في كثير من المشاريع المشتركه سواء في التعليم او في الصناعه او في السياحه، فاحنا نتمنى ان نزيد هالاشياء، وطبعا خاصه ان قياده البلدين هم يدعمون هذه التوجه. مهاراشترا and Bahrain has grown by 54%. العلاقة بين مهاراشترا والبحرين في نمو مستمر. العديد من الاستثمارات الخارجية مصدرها البحرين. خلال بضع السنوات الفائتة نمت الاستثمارات بحجم 35% والتجارة بين مهاراشترا والبحرين نمت بمقدار 54%. كان اجتماع اليوم مثمرا. البحرين والهند يمتلكان علاقة تجارية ممتازة ونعمل باستمرار على تعزيزها من خلال التواصل وإقامة الاجتماعات والمؤتمرات.